الفترة دي كمان في ناس كتير بدأت ان هي تتجه لشراء الأخشاب المستعملة، أوض مثلا ما حدش محتاجها احنا بنلاقيها معروضة بأسعار اقتصادية وكويسة، وبنكون مش عارفين ازاي نشتري الأوض المناسبة او ازاي نعرف انه الخشب سليم من الخشب اللي فيه مشكلة. في ناس بتقول ركز على حاجتين، على الصوت وتدور على اي آثار للحشرات وخلافه. الفكرة بقى ان الموضوع ما بيكونش سهل، وعشان كده احنا هنستقبل دلوقتي اتصال هاتفي من المهندسة إيمان مؤمن المهندسة المعمارية علشان نعرف إيه النصائح العامة اللي إحنا ممكن ناخد بالنا منها وإحنا بنشتري أساس مستعمل. صباح الورد يا فندم. صباح النور. يمكن ناس كتير بتلجأ فعلا لشراء الأساس المستعمل، وخصوصا إنه بيكون سعره بالضبط. اقتصادي وممكن تكون حالته كويسة، يعني تستحمل إن إحنا نشتريه ولو لمرحلة انتقالية مثلا. فإزاي إن إحنا وإحنا بنعرف بنشتري الأساس المستعمل ده يعني نعرف إن هو ما فيهوش مشاكل مستخبية إحنا مش واخدين بالنا منها؟ اولا طبعا فكره ان انا بلجا اني او ان انا بدور على حاجه مستعمله دي بتساعدني اكتر، ان انا زي ما ذكرتي ان هي بتكون تكلفتها قصاد الغلو الاخشاب في الوقت الحالي. فطبعا اهم حاجه ان انا برجع لتاريخ قطعه الاساس دي، بحاول اسال هل انا اشتريتها القطعه دي انت اشتريتها من امتى، هل ثمنها الاصلي اصلا كان كام عشان ده يساعدني في تقدير ثمنها. العوامل بقى اللي كانت متواجده فيها قطعه الاساس دي اكتر حاجه هي اللي بتساعد لوجود حشرات او وجود حاجات ممكن تضر بالخشب او تدمره في الاساس. لو قطعه الاساس دي كانت متواجده في منزل مثلا ما فيش فيه تهويه او في شمس بتدخلها، دي اكتر حاجه بتكون بيئه مناسبه للحشرات انها تسكنها. دي حاجة. الحاجة الثانية ببحث عن أي شروخ أو ثقوب صغيرة، وطبعا بحاول أني أشوف الحاجة اللي ما فيهاش قيمات كتير، لأن القيمات دي بتكون شيء مش يعني حاجة إحنا بنضيفها على قطعة الخشب الكاملة، فدي بتساعد أكتر لوجود تشققات أو أن أنا أساعد البيئة للحشرات دي أن هي تسكن فيها في الشقوق بتاعة الأخشاب. طبعا لما باجي انا نفسي ان انا استكشف ده في قطعه الاساس بحاول لي ادور على اي ثقوب صغيره او يعني مجرى كده بيكون صغير او لو في اي نشاره خشب صغيره. طب وهل فعلا الصوت لما بنخبط على الخشب بيوضح ان في مشاكل؟ هو مش بيوضح ان في مشاكل، هو بيوضح جوده الخشب. انا لو دقيت على الخشب كده لو عمل صوت يعني مكتوم ده دليل ان الخشب ده جيد جدا، اما لو الصوت كان كانه فارغ طبعا دي بتبقى كسور خشب ومش بيبقى طبعا ده خشب جيد نهائي، بيكون سعره رخيص جدا. بس طبعا ده ما بي مش هو ده اللي بيحدد اذا كان الخشب في صوت او في حشرات. بالعكس الصوت يعني الخشب جميع انواع الخشب مناسبه ان هو يقدر يسكن فيه. وطبعا هي الفكره مش بس في قطعه الخشب اللي انا هشتريها، لا هو هيدمر لي باقي الخشب الموجود في البيت، فانا مش انا كده مش هكون كسبت من القطعه اللي انا اشتريتها، لا ده انا هبقى اذيت بقيه الخشب الموجود عندي. وبتفرق بقى من زان ابيض لزان احمر، ده بيسوس اسرع ده بيسوس ابطا كده يعني؟ لا خالص، هي الفكره ان تكون الثمره نفسها باينه، يعني اذا كان في شرخ او في كسر دي اكتر حاجه بتساعد الحشره نفسها وهي يرقه، هي وهي كبيره سوسه اتكونت هي ما بتاذيش الخشب، هي بالعكس خلاص هي دوره حياتها بتتم جوه الخشب. فطبعا لما بيكون في اي شروخ او بيكون ثمر الخشب باين اكتر دي اللي بتساعد، لكن مش هو نوع الخشب اذا كان جيد او رديء ده طيب اللي بيساعد على وجودها. طيب لو افترضنا ان هو حد مثلا يعني لئيم شويه وعرف يسد الفجوات بتاعه الحشرات، او ازاي نعرف انه ودهنها وبينها ان هي ما فيهاش عيوب عشان يعرف يبيعها؟ ازاي انا برضو اقدر اعرف ان هو مداري على بيوت للسوس او للحشرات؟ طبعا هي دي حاجه صعبه جدا، لان اصلا عشان اعرف ان في سوس او حشرات جوه الخشب هي ممكن تستغرق سنوات عشان اعرف ده، لان هو دوره حياته كلها بتكون جوه الخشب نفسه، ممكن تكون بدايتها من حفره واحده وبيبدا يعيش دوره كبيره جدا جوه الخشب، فان هو سدها ده هيكون سدها قبل يعني قبل ما انا اوصل مباشره. لكن اني اعرف كده طبعا ممكن لو الصوت هادي جدا، صوص الخشب بيصدر منه صوت بالظبط زي عقارب الساعه،
فلو انا قدرت ان انا اشتغل اقعد وقت بقى اطول اسمع كده جنب الدولاب بالظبط كده، مثلا. ان انا بقى يكون الدنيا هاديه جدا جدا جدا، اوكي وكأن في ساعه او منبه صغير جنبي، فهبدأ فعلا حاسمه. بس دي طبعا محتاجه دقه رهيبه اه يعني طبعا علشان اقدر اوصل للتكنيك ده ان انا اعرف بيه. بس دي اكتر حاجه بتبين هي الثقوب الصغيره، وممكن ندور بقى من جوه الخشب ومن بره الخشب. يعني اكيد مش هو نفسه مش هيعرف مكان الثقوب، هو الأسوأ انه يبقى الظروف لو صعب. الواحد اشتراه بالسوس بتاعه وهو مش عارف، وهيعيش معاه قد ايه المدة اللي متوقعة انه يفضل بقى يعني يصلح فيها هذا الأساس قبل بقى ما على حسب، يترمي خالص؟ لو السوس ده اصلا كان متواجد من فتره بعيده هيظهر طبعا العيوب انا اول ما هشتري، لان هو بعد مثلا سنتين ثلاثه بتبدا تظهر العيوب. يعني خلاص بقى، يعني هو هيبدا يطلع وهيبدا يكون دوره حياه ثانيه في جزء ثاني من نفس الاساس، او ممكن بقى ينتقل لاساس ثاني موجود عندي في البيت، ودي هتبقى الكارثه، لان بيبقى هو في طريقه عائلات بقى، التقلص عائلات قعدت جوه وتكاثرت بالظبط. وعادي هو اه عايشين. بالظبط كده هتبقى دوره حياه متكامله، ومش هيكون حلها غير ان طبعا اتخلص منه تماما. وعشان اتخلص منه تماما وما ادمرش اي حاجه ثانيه، ان انا بحاول ان انا احرقه، يعني احرق قطعه الاساس دي تماما عشان اتخلص من انها تاذي اي خشب تاني. هتكون انا كده مش بوفر ان انا ما اشتريش قطعه اساس جديده، انا كده بكلف نفسي اكتر طبعا يعني بدمر باقي الاساس الموجود عندي. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا مهندسة إيمان. طبعا يا ياسمين انت عارفة كويس انه ثقافة ان احنا نشتري حاجة مستعملة دي في اوروبا من زمان وموجودة ومش عيب خالص، يعني مش زي ما ناس كتير ممكن تتكسف، وبتبقى في كل حاجة يعني في الملابس، في حتى الملابس المستعملة كمان اللي بتتباع بره دي بيبقى تكاد تكون شكلها جديد. لا وليها كمان محلات على فكرة بالظبط بتتباع فيها ملابس مستعملة بتكون زي الجديدة بالظبط فعلا، وما بالظبط عندهمش فعلا اي مشكلة في الموضوع ده. بالظبط، وبيوضبوها وبينظفوها وبيكيسوها بشكل حلو جدا. فنفس الشيء برضو بيكون في الاساس، يعني يمكن احنا عندنا هنا في مصر حته الملابس المستعمله دي شويه بنبقى عندنا يعني حساسيه بنبقى منها، خايفين منها شويه. لكن بنشتري عربيات مستعمله، بنشتري عفش مستعمل وهكذا. ويمكن كمان يعني في من نصيحه مهمه كانت كنا سمعناها دلوقتي، انه القايمه، نتجنب القايمه عشان دي بتكون مشروع بيوت للسوس بتاع الخشب، واعتقد ان القايمه اصلا خلاص ده موديل دلوقتي، يعني ما يعني بقاش حد بيشتري حاجات بقايمات ابدا، كل حد ما بيجيب مودرن قوي الحاجات دلوقتي السادة خالص. او حتى لو حد ما بيجيبش مودرن بيجيب كلاسيك اللي هو الهادي ده اللي هو اللي مدي على مودرن برضه شويه. يعني بيتهيألي الدنيا بقت كله في حتى الابيض، يعني اكتر بيبقى الدولاب الابيض، السلايدز، يعني بالظبط حاجات بقت اكتر عمليه وسيمبل الاستخدامات ما اليوميه بقاش في يعني. بقى المذهبات او في يعني صراحه في اهالينا مثلا لسه اكيد بيحبوا الحاجه المذهب كلاسيك اللي فيها قيمه مش عارف ايوه ايه، كل واحد طبعا ليه بس ذوق. بس على الاقل هي دي نصيحه برضه خدنا بالها منها، انه لما نيجي نشتري ما نشتريش حاجات فيها قيمات كتير. طب عمرك اشتريتي حاجه مستعمله واتخدعتي فيها؟ لا انا لحد دلوقتي ما جربتش خالص موضوع ان انا اجيب عفش مستعمل، بس يعني انا بسمع انه ده بيحصل طول الوقت. يعني عندي مثلا لا ناس من صحابي مثلا بيبقوا اشتروا حاجات مستعمله بتبقى حلوه جدا اوكي في الاوض او حاجات، وبتتعمل من بيدهنوها بيظبطوها فبتبقى كانها جديده. عايزين يعني نتجه للثقافه دي عامه. خصوصا للشاليهات والمصايف، يعني في بالظبط ناس بتروح تشتري الحاجات دي للشاليهات والمصايف، لان كده كده المصايف استخدامها بيكون محدود جدا الكام شهر بتوع الصيف. فعادي يعني لو جبنا بالظبط مستعمل ما فيهاش اي حاجه.